اول حاجه ما عمداش هاد الفيديو حتى تعملوا اللايك. عرفتوا ملي كتعملوا لي اللايكات وكنشوفكم كتفاعلوا معايا في كومنتاريوس انا كنقول صافي كنبدا نقابل ديك الساعه غير يوتيوب كنقول صافي خصني نعطيهم لان كنعرف بان عندي الناس مع اللي كيعجبهم زعما يشوفوني كيعجبهم نطلع عندهم باش زعما ننفعهم الحاجات مثلا كاين الحاجات اللي ما كتكونوش عارفينها كاين شي بعمرات اللي كيعجبكم تغير تفرجوا فيا كل مره وكيفاش ولكن المهم بعدا كيعجبكم تفرجوا فيا. شكرا بزاف دينترو فيديو. اهلا وسهلا كيفتم مزيانين لاباس عليكم نتمنى يا ربي تكونوا بخير. اليوم جيت نهضر لكم على حاجه مهمه بزاف كنعملوها كاملين بدون استثناء. انا دابا بغيت نسقسيك نتينا اللي كتفرج فيا اولا نعمل لك واحد السؤال. عمرك شفتي شي حاجه ما عجبتك شي في شي واحد اولا شي صفه شي سلوك ما عجبك شي سيتواسيون شي حاله ما عجبتك شي وبقيتي كتعيب فيها كتقول هي عملت داكشي هي هذيك هيداك شو هذيك المراه كيفاش عندها ولاده شو هذيك العائله كيفاش لابسه شو هذيك شنو عندها شو هذيك على حاله عايشه كتعيب انا ما نقدرش كيفاش كيقدروا يعملوا هادشي كيفاش كيقدروا يعيشوا هيداك كيفاش كيقدروا تصدق كدور الدنيا وكيجيك داكشي نفس الحاجه اللي عيبتي عليها كتجيك وما تقولوا لي شي ما اتي ما وقع لكم شي راه وقع لنا لينا كاملين انا وقعت لي ماما وقعت لها عائلتي وقعوا لها صحاباتي العائله صحاباتي وقعوا لهم كلشي خوتي كلشي وقع له هذه اللقطه هذه بانك تي عيبتي على شي حاجه ولحقتيها كيف ما كنقولوا حنايا في طنجه كنقولوا اللي كيعيب كيلحق والمغرب كيقولوا اللي تشفى يتبلى بحال دابا مثلا بحال اللي كتشفى بحال اللي كتعيب كتقول اويلي هذيك اويلي المهم انا شرحت لكم كيفاش كنبقاو نقولوا باش داكشي كيجي لك فدابا خصنا نعرفوا علاش كيوقع هادشي هذا علاش ملي كنعيب انا على شي واحد كدور الدوره كدور الزمان وكيجيني انا داكشي هذاك كندوق من نفس الكاس علاش كيف ما عارفين حنايا دابا في الكون يعني الكون كامل كون دبدبي طاقي فاي حاجه كنقولوها اي حاجه كنحسوها كتكونيكتا مع الكون من تما ماشي قانون الجذب يعني حنايا مثلا ملي كنكونوا مثلا كنجذبوا شي حاجه ولا شي حاجه شنو قلنا الجذب القانون الجذب كيقرا الدبدبات ديالنا كيقرا الطاقه اللي حنايا فيها ياك فحنايا ملي كنكونوا كنهضروا اولا كنفكروا اولا اي حاجه كنقولوها وكنزيدوا عليها الشعور كنزيدوا عليها المشاعر شنو كيوقع في ديك اللقطه هذيك شنو كتوقع كتعمل لهم الجذب بحال اللي غنقول لك كتخدم قانون الجذب ولكن بلا ما تحس الطاقه حيث التركيز فانك تينا ركزتي في ديك المومينتو على ديك الحاجه وعملتي لواحد المشاعر تكون خايبه ولا تكون مزيونه يعني بجوج بهم ابطس كونك انك ركزتي على واحد الحاجه عملتي لواحد المشاعر في داك المومنت وداك المشاعر كيكونوا فورتس يعني ماشي شي مشاعر غير هيدا وصافي سينو كي عملتي الكره واحد المشاعر فورتي في داك المومنتو الكون كيقول لك مشاعر هنايا الدبدبات طلعت لي هنايا هادشي شنو كيبغي يعني كيبغي يعني انها هي خاصها تجرب حتى هي من داكشي فكيعطيك باش تجرب من داكشي شنو اللي كيفهم هو كيفهم بانك انتي طلعتي طاقه مشاعر دبدبات داكشي كتنفر منه كيجيك اي حاجه كتنفر منها كتجيك فكي الكون كيقول لك حتى تينا غادي تجرب من هادشي هذا باش تعرف لان تينا اصلا عطيتي واحد السؤال للكون كتقول كيفاش قدروا يعيشوا هيداك كيفاش عملوا هادي كيفاش كتعطي سؤال للكون وملي كتعطي سؤال للكون كتزيد عليه مشاعر كاينه فرق ما بين انك تكون كتجذب واعي يعني في عقلك الواعي تكون كتجذب بان انتينا انا بغيت نجذب هذا غادي نعطيها واخا كتقول انا واعي غادي نعطيها مشاعر ولكن ديك المشاعر اللي كتعطي كيكونوا بحال نقول لك بحال اللي معدلين بحال اللي داكشي نوين كاخا صافي تينا واعيه خصك تكون بروفيسيونال باش تقدر تعمل هذا الشيء هذا بالحق كتفورسر يعني انا غادي نجذب داكشي بلاتي نعمل له مشاعر ديك المشاعر ما كتطلعش صادقه فحال ملي كنكونوا كنجذبوا باللاوعي ديالنا باللاوعي فحال هيدا كنكونوا كنعيبوا اولا كنكونوا كنقولوا يعني ديك اللاوعي شنو كيخليك بانك الكون كيتكونيكت اكثر مع اللاوعي
فهمتوا؟ فملي كتقولتي لنا داكشي داكشي يعني عيبتي على داكشي وزدتي عليها المشاعر جبتي لا واعيه منتي يعني داكشي غيجيك غيجيك سيغور. فانا ملي عرفت هادشي صافي ما بقيتش كنعيب على الناس، كل واحد براسو، كل واحد كي الله يكون في العون، كل واحد وكيعيش الحاجات ديالو. تقدر انتينا تكون كتعيش ديك الحاجه وما تعلمت انني ما نحكمش على الناس، يقدر هو يكون كيعيش ديك الحاجه ملي كتعيشاتي عاد كتفهم علاش داك الواحد كان كيعيش ديك الحاجه، عاد كتفهم عاد كتقول اه وعدي بصح وانا كنت كنعيب على داك الناس وهي شوف شني كنوقع له وما تقدرش تعرف، فهمتي؟ هنا كيدخلوا حتى الاحكام، حتى الاحكام اللي ما خصناش نعملوا. يعني كتشوف شي واحد تينا مثلا كيعمل واحد الحاجه وكتقول اه علاش كيعمل ديك الحاجه وهذا وهذا، بحق ملي كتوقع في نفس المشكل تينا اولا كيوقع ابنك في نفس المشكل اولا بنتك في نفس المشكل اولا شي واحد من العائله ديالك المقربه في نفس المشكل، كتبقى تقول وانا عيبت على داك الناس وهذا هو شوف فين كان عليها. ما خصكش تعيب، ما خصكش تحكم، الحكم الا لله، الله الخالق ديالنا. عرفتوا نتمنى يكون كيعجبكم الشرح ديالي، يعني يكون باقي كيعجبكم الشرح ديالي ونكون كندخل كنطلع هنايا نعطيكم الطاقه الايجابيه اللي هذيك واحد الحاجه مهمه بزاف بالنسبه لي. كاين بزاف منكم كتقولي لي هنايا ولا في انستغرام كتقولي لي انا كتطلع كتعطينا الطاقه ايجابيه، انا كنفرح بزاف. شكرا بزاف على الكلام ديالكم، على الهضره ديالكم، الناس اللي كتكتبوا لي التعليقات غزاله في حال قلبكم وفي حال روحكم. شكرا بزاف على هادشي هذا، بزاف شي لايكات ونطلعوا هذا فيديو اخر ان شاء الله. انا خدامه معكم، انا ماشي انا اي حاجه كنعرف كنجي نقولها لكم. شبع الحاجات اللي كنقولها اللي كنكون انا عارفاهم وما كنقولهمش كنساهم، كنقول لا هادو غادي هادي غادي يكونوا عارفينها، حتى كنهضر مع الناس ديالي المقربين مثلا كنهضر على هادشي وداكشي كيقولوا لي اه سنه هذيك خصك تقولها في يوتيوب، يعني كاين بزاف الناس ما كيعرفوش هاد الحاجه هذه، وانا كنقول اه بصح نطلع نقولها للناس ديالي في يوتيوب. السلام عليكم.